مصر دايما منورة بأهلها وبأشقائها، حقيقي بتكلم بجد. وزيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني النهاردة لمصر زيارة شديدة الأهمية، شديدة الأهمية لأبعد الحدود. ويمكن زي ما قال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا بنتكلم على روابط تاريخية بعيدة جدا، روابط سياسية واقتصادية وأمنية أيضا بعيدة جدا. وأظن الكل مفترض أنه فاهم أهمية اليمن بالنسبة للمنطقة العربية بشكل عام، وأهمية اليمن بالنسبة للشرق الإفريقي بشكل خاص، وبالنسبة لمصر بشكل شديد الخصوصية. احنا بنتكلم على خليج عدن ومضيق باب المندب، أي بوابة البحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس، خليج السويس وقناة السويس، ثم البحر المتوسط، البحر الأبيض المتوسط. فاحنا هنا بنتكلم على مكان شديد الحيوية أو وضعه الجيوسياسي شديد الأهمية بالنسبة لنا دايما، وده يمكن يكون جزء من الروابط اللي بتربطنا مع أهالينا في اليمن. ويمكن هنحاول نفهم أكتر على أهمية هذه الزيارة، وإحنا هنا بنتكلم على زيارة مهمة جدا عقب تولي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي لمنصبه الجديد، فيأتي إلى القاهرة للاجتماع برئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. خليني أخذ معايا على التليفون سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك سيادة السفير. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك سيادة السفير. يعني كنا بنتكلم على الأهمية القصوى لليمن بالنسبة لمصر، وأيضا أهمية زيارة الدكتور رشاد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي اليمني عقب توليه لهذا المنصب. يعني دي أول زيارة للدكتور رشاد العليمي للقاهرة، واللقاء الذي تم صباح اليوم بين السيد الرئيس وبين رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن لقاء هاما ليس فقط على صعيد العلاقات الثنائية المصرية اليمنية، وإنما على صعيد العلاقات المصرية الخليجية أيضا، حيث أن مصر تقف داعمة لموقف المملكة العربية السعودية في المطالبة بإيجاد حل سياسي للوضع في اليمن. ومنذ نشوب الأزمة اليمنية في مارس 2015 وحتى اليوم، ومصر تساند الجهود السعودية والجهود الخليجية والأممية الرامية إلى وضع حد لهذه الأزمة. من ناحية أخرى، على الصعيد الثنائي وبعيدا عن ما أشار إليه الدكتور رشاد العليمي في لقاء مع السيد الرئيس من شكر، توجيه الشكر المصري لاستضافتها مليون يمني، مواطن يمني جاءوا إلى القاهرة خلال السنوات السبعة الماضية. هناك في أبعاد تتعلق بالأمن القومي المصري بالنسبة لليمن. فبداية اليمن هي المدخل الجنوبي، هي تطل على باب المندب، وعدن هي بداية الولوج إلى البحر الأحمر ومن ثم إلى قناة السويس. وبالتالي أمن واستقرار اليمن في غاية الأهمية من وجهة نظر مصر. من ناحية أخرى، إنه اليمن يعني أحد الأسباب التي تفسر الموقف المصري من الأزمة اليمنية هو إنه مصر كانت دائما حريصة وتعمل مع الدول الخليجية على ألا تقع اليمن تحت تأثير أي قوى إقليمية لا تربطها بمصر علاقات جيدة أو تتسم بالمواد. الأمر الثالث هو أنه مصر وقفت إلى جانب المملكة العربية السعودية في حماية الأمن القومي السعودي من الهجمات التي كانت تتعرض إليها الأراضي السعودية صحيح. وما زالت من اليمن.
طبعا زيارة الدكتور الأليمي لمصر بتأتي بعد صمود الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة وساندتها جامعة الدول العربية والمملكة العربية السعودية ومصر وسائر الدول الخليجية، وتم تمديد هذه الهدنة لفترة أخرى. ويأمل الجميع ومن بينهم مصر بدون شك أن تتحول هذه الهدنة إلى إلى وضع شيء دائم وتضع الحرب في اليمن أوزارها. هنا طبعا هيبقى في مرحلة جديدة عندما تنتهي الحرب في اليمن، هتبقى في مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين مصر واليمن طبعاً. حيث أنه الوفد اليمني اليوم أعرب عن تطلعه إلى أنه الحصول على الخبرات المصرية والاستفادة من الشركات التشييد والبناء المصرية في إعادة التعمير في اليمن، وهي عملية حتكون عملية صعبة نتيجة للأضرار التي عانى منها اليمن من جراء هذه الحرب. طيب سيادة السفير اتفضل يا فندم. لا كمل يا فندم. أعتقد أنه الدور المصري في التعامل مع الأزمة اليمنية لم ينبع فقط من الروابط التاريخية بيننا وبين اليمن، وهي تعود إلى الستينيات من القرن الماضي، وإنما أيضا أنه الإدراك المصري أنه البحر الأحمر ينبغي أن يكون دوما بحيرة عربية يتمتع بالأمن، وبالتالي أنه أي مشاكل أو أي أزمات ذات طبيعة أمنية حوالين البحر الأحمر تؤثر على الأمن القومي المصري بصورة مباشرة. كما تعلم حضرتك أنه البحر الأحمر أصبح كان دائما طبعا البحر الأحمر له أهمية استراتيجية لمصر، لكن ازدادت أهميته أخيرا لأسباب اقتصادية، أنه بعد تعيين المناطق البحرية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة بيننا وبين المملكة العربية السعودية بدأت شركات البترول أن هي حضرتك تنقب عن البترول في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمصر بعد تعيين حدودنا البحرية مع المملكة العربية السعودية. وبالتالي مصر لها ليس فقط حريصة على الأمن البحر الأحمر بسبب وجود قناة السويس، لكنها في نفس الوقت هناك أسباب أخرى اقتصادية لا تقل أهمية عن قناة السويس، ألا وهي البحث عن النفط في قاع البحر الأحمر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمصر. وأحب أشير هنا أيضا بنتحدث عن اليمن والأهمية اللي مصر بتوليها لأمن باب المندب. أعتقد أنه كما تتذكر حضرتك أنه السيد رئيس الوزراء قام نيابة عن السيد الرئيس بزيارة الصومال منذ عدة أيام مضت للاشتراك في حفل الاحتفال بتولي الرئيس الصومالي الجديد الشيخ أحمد مهام منصبه. وجود حرص مصر أن توفد رئيس الوزراء للحضور مثل هذا الاحتفال في الصومال يدل على تكامل الرؤية المصرية بالنسبة لتأمين المداخل الجنوبية لقناة السويس سواء في اليمن أو في القرن الأفريقي حيث تقع الصومال. عظيم جدا. طب هنا يا سيادة السفير هرجع تاني على اليمن، وكويس قوي ان حضرتك ذكرت مساله الصومال، ويمكن كان سابق عليها ايضا زيارات من جيبوتي وما الى ذلك. فمصر بتولي اهتمام حقيقي لمدخل البحر الاحمر، لكن هذا المجلس تحديدا مجلس القياده الرئاسي وفيه الاعضاء المختلفين من نواب رئيس المجلس، ايضا في عندنا هيئه التشاور المصالحه، وعندنا فريق قانوني، وعندنا فريق اقتصادي. هذا المجلس
ما بين قوسين هو مجلس لفترة انتقالية يعمل على إيجاد حل سياسي نهائي للأزمة اليمنية. هنا أنا بسأل سيد سفير حسين هريدي، كيف يرى مستقبل هذا المجلس؟ هل سوف يستطيع هذا المجلس بالفعل إيجاد حلول حقيقية للتصالح ما بين كافة الأطراف اليمنية؟ هل تعتقد أن هذه الفترة الانتقالية قد تمتد لأكثر من عام؟ المجلس تم تشكيله في إبريل يعني عقب استقالة السيد عبد ربه منصور هادي، فهل تعتقد أنه هيستمر لمدة عام أو أكثر؟ الوضع في اليمن حضرتك وضع يرتبط ارتباطا مباشرا بأوضاع إقليمية معينة، وبعض القوى الإقليمية اتخذت من اليمن ميدان صراع مع دول عربية وميدان صراع لتثبت إنها قادرة على الفعل وعلى العمل ضد مصالح الدول الخليجية وضد مصالح دول عربية أخرى، وذلك في إطار صراحها مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الرد على سؤال حضرتك يرتبط، يعني في تقديري المتواضع، يرتبط ارتباطا مباشرا بتطورات الاتفاق النووي الإيراني، وهل سيتم التوصل إلى اتفاق تعود بموجبه كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق عام 2015. ده أول شيء. تاني شيء حضرتك، المجلس القيادة الرئاسي اليمني حضرتك أشرت إلى مرحلة انتقالية، هو منوط به تنفيذ قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية. مظبوط. يقود اليمن على هذا الطريق، بمعنى آخر أنه لن يطرح مبادرات جديدة. المبادرات موجودة، عناصر الحل موجودة. المهم أنه هو يستطيع، ونتمنى ان هو ينجح، ان هو يقوم بتعبئه كافه القوى السياسيه اليمنيه، بما في ذلك العنصر الحوثي، انطلاقا من ان كلهم ينتمون الى اليمن. اذا نجح مجلس القياده الرئاسي في حشد وفي بلوره مثل هذه الرؤيه اليمنيه الجامعه، أعتقد أنه نستطيع أن نتنبأ بأن الحرب في اليمن ستنتهي خلال عام. طبعا من حسن الطالع أن الهدنة التي تفاوض مندوب الأمم المتحدة، مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة في اليمن، وصمدت ثم تم الاتفاق على دلت على شيء، تدل على انه هناك ادراك من جانب بعض القوى الاقليميه ان الاستمرار في الحرب في اليمن، ان الاستمرار في مناكفه المملكه العربيه السعوديه لم يعد من ورائها قائل. وانه طبعا كل هذا تزامن يا فندم كما تعلم حضرتك، تزامن مع يعني مفاوضات أو أربع جولات من المباحثات بين المملكة العربية السعودية وبين إيران. ده دل على شيء، يدل أنه القيادة الإيرانية بدأت تدرك أنه يعني فتحت على نفسها جبهات عدة، ولا تستطيع أن تحقق أي انتصار في أي جبهة نتيجة لتكاتف الدول العربية. وهنا يحضرني أن الموقف المصري الذي دائما أعربت عنه القيادة السياسية المصرية في الوقوف إلى جانب الخليج العربي في التعامل مع أي هجوم أو أي عدوان، أي شيء من شأنه تهديد أمن الخليج، فإنه مصر لن تسمح بذلك بأي حال من الأحوال. إيران بدأت تعيد حساباتها
المملكة العربية السعودية أبدت انفتاحا طيبا على النوايا الإيرانية، لكن طبعا الوضع حضرتك يتسم بسيولة، الوضع في الإقليم، وهنا الإقليم منطقة الخليج، شبه الجزيرة العربية، البحر الأحمر، والمشرق العربي يتسم بسيولة. لكن دعنا نأمل يا يوسف أن الأمور تعود إلى ما كانت عليه قبل مارس 2015 في اليمن، ونبدأ في عملية إعادة البناء. كما تعلم حضرتك، حرب اليمن أدت إلى أكبر كارثة إنسانية صحيح بعد الحرب العالمية الثالثة. صحيح صحيح. الأوضاع الإنسانية، يعني الأوضاع الإنسانية في اليمن يعني أوضاع حرجة للغاية، وسوف تحتاج وتتطلب ليس فقط تكاتف الأمة العربية للوقوف إلى جانب الأشقاء في اليمن، وإنما المجتمع الدولي بأسره. وطبعا الأمم المتحدة بتبذل جهودا كبيرة من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع في اليمن، ومصر بتؤيد كافة الجهود الأممية والعربية والخليجية التي ترمي إلى تحقيق هذا الهدف. صحيح. أنا بشكرك جدا سيادة السفير، كل الشكر حضرتك سيادة السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. يعني